استضافت برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا شاركت فيه أبرز الدول المعنية بالصراع الليبي في ظل غياب لافت لكل من السودان وتونس، وهما من دول الطوق الليبي التي تأثرت ولا تزال تتأثر بتداعيات الأمنية الخطيرة في البلد النفطي الذي تمزقه الصراعات منذ الإطاحة بالعقيد القذافي في 2011. هذا واتفق المؤتمرون على احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا وبعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ذلك على أمل استمرار الهدنة الهشة بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج وحكومة شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر. فهل تنتهي مشكلة ليبيا في أعقاب المؤتمر أم أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد والتعقيد في المشهد، منذرة باشتعال حروب الوكالة ونقل كل هذه التداعيات الكارثية هناك إلى الجوار الليبي؟ أهلا ومرحبا بكم إذن مشاهدين الكرام إلى ملفنا الأول، السودان الغائب المتأثر في مؤتمر برلين. أهلا ومرحبا بكم، نناقش من خلال هذا الملف تطورات الأزمة الليبية وانعكاسات هذا الأمر سياسيا بالطبع على السودان وأمنيا أيضا في ظل انعقاد مؤتمر برلين الذي غابت عنه دولتين كالسودان وتونس وهما جارتين لليبيا. فما أسباب هذا الغياب تحديدا؟ ما أسباب غياب السودان؟ وهل ثمت مؤشرات سياسية؟ البعض يتحدث عن موقف السودان إزاء القضية الليبية أنه موقف ضبابي، والبعض يعد أن الأمر هذا لا يعدو إلا أن مؤتمر برلين هو مؤتمر للدول الفاعلة فقط الآن على الأرض، والسودان ليس بهذا القدر في المشهد الليبي. على كل، نرحب بكم وأرحب بضيفي عبر الهاتف الذي سيرافقني طيلة فترة هذا الملف، دكتور راشد محمد علي الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور راشد مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. لم تقدم الدعوة رسمية للسودان وأيضا لتونس كذلك لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا والسودان دولة جوار ليبي، كيف تفسر هذا الأمر؟ من الواضح يعني في إطار الصراع القائم على مستوى الإقليم محاولة إبعاد الأدوار المؤثرة لدول الجوار حتى يتسنى للدول الفاعلة في المشهد السياسي أن تأتي بحالة وفاق وسلام على مستوى الدولة في ليبيا، إذ أن المؤثر على حالة الصراع في ليبيا ينعكس سلبا على مجموعة الدول الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط.
إفريقيا ربما الانعكاس لا يظهر في شكل اللجوء والنزوح، ولكن يظهر في شكل بعض المسائل المتعلقة بحماية الحدود، يعني في السياسة الخارجية أو في العلاقات الدولية أي درجة من السيولة الأمنية في دولة مجاورة تؤثر سلبا على الدولة المجاورة على مستوى السكان وعلى مستوى الإقليم الجغرافي المجاور، باعتبار أنه يعني بتسهل الحركة، يعني باعتبار أنه الدرجة بتاعت الرغابة للدولة الذاتية غير موجودة أو غير مضمنة. فبالتالي في إطار هذا الصراع يعني تتأثر دول الجوار. في اعتقادي إبعاد السودان وتونس أو عدم دعوتهم هو لاعتبارات تتعلق بمستوى الدولتين في الوجود الإقليمي الآن، كما هو معلوم بالضرورة الدولتين الاثنين في حالة تغيير سياسي، ربما انشغالهم بأوضاعهم الداخلية أغفل يعني على المجتمع الدولي متابعة يعني دعوتهم لسير التفاصيل الدقيقة أو لدراسة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بليبيا. هذا جانب. الجانب الآخر يتعلق أيضا بمستوى المشاركة في الحوار، يعني في برلين، باعتبار أنه هذا الحوار يعني المطلوب منه أنه يتأتى بحالة من السلام والوفاق في ليبيا، وبالتأكيد يعني يصعب يعني إذا خرجت الدولة عن مسار الأمن بيصعب إعادتها، يعني مهما كانت الظروف الموضعية والمحيطة. نعم. وذلك يعني لصعوبة المنطقة، يعني المنطقة نفسها واقعة في محك يعني من الصراع الاستراتيجي الصعب على مستوى. لكن أستاذ راشد، يعني الوزارة الخارجية السودانية وصفت الدعوات للمؤتمر بأنها دعوات انتقائية وتمت دون مؤسسية. هل هذا التوصيف دكتور راشد، هل هذا التوصيف وتوصيف دقيق؟ يعني رد فعل طبيعي جدا إذا كانت وزارة الخارجية تطمح لأنه تتبع سياسة خارجية متزنة، فبيبقى رد فعل طبيعي جدا إذا حصل يعني لها أي تجاوز في أدوار على مستوى الإقليم أو على مستوى المجتمع الدولي. ولكن بالضرورة أنه هذا التوصيف يدل على حرص وزارة الخارجية في المقام الأول على الفاعلية على مستوى الإقليم، باعتبار انه السودان الان يعني بعد حاله التغيير مطلوب انه يعني مطلوب منه يقوم بادوار اقليميه يعني كبيره ومؤثره. هذه الادوار الاقليميه الكبيره والمؤثره ربما يعني في الوقت الحالي السودان لا يستطيع القيام بها، ولكن بالتاكيد يعني يمهد الطريق للقيام بها، على اعتبار انه الموقع الجيوسياسي والجيواستراتيجي للسودان يؤثر على مستوى الفاعلية السياسية. مستوى الفاعلية السياسية نفسه الآن في حالة التكوين والدراسة، ومن ثم أيضا التعامل مع الحيثيات الدقيقة الموجودة في الإقليم. ليس ببعيد الصراع في ليبيا عن مستوى المحاور الموجودة على المنطقة، وليس ببعيد يعني الصراع الموجود في ليبيا على مستوى المجتمع الدولي، باعتبار أنه التحرك نحو المساحات الشاغرة في الإقليم الممتلي بالموارد و الموهوب يعني بالموقع الجغرافي الخصب جدا على مستوى المياه وعلى مستوى الثروات والمؤثر جدا على مستوى دول اخرى. فبالتالي هذه المنطقه يعني بالتاكيد محاوله ايجاد السودان يعني موطئ قدم فيها في الوقت الحالي هو بالتاكيد يعني من الصعوبه بمكان يعني، ولكن بالضروره يفهم الواقع الظرفي الذي يتيح له التحرك في المساحات الشاغرة. إحدى هذه المساحات الشاغرة كان يمكن أن تكون عبر هذا المؤتمر، ولكن يعني عدم دعوة السودان ربما تقديرا لظروف الخاصة بالتغيير رغم الفاعلية الإقليمية. وأكد لك أخي الكريم أن السياسة الخارجية للسودان المتزنة ربما تزعج البعض، وربما يسعى البعض لمنع السودان من الوصول إلى مرحلة الالتزام باعتباره يعني يمكن أن يتيح لغيره. طيب. التحرك ويمكن أن يؤثر أيضا على غيره. نعم. طيب دكتور راشد، يعني إذا حللنا هذا الحديث الذي قلته أن السياسة الخارجية المتزنة قد تزعج البعض، هذين الطرفين، هذا حفتر والسراج، يعني الشرق والغرب، حتى المحاور المختلفة والمتضادة من مصلحتها أن تكون حاضرة في مؤتمر برلين، باعتبار كما تعلم أن كل طرف يريد أن ترجح كفته. أين السودان من هذه الخارطة؟
السودان الآن يعني في وضعه على مستوى الصراع في ليبيا، القياس على مستوى المحاور الموجودة أو الداخلة في عمق الصراع الليبي الآن هي لا تستصحب السودان ربما لانعدام حالة الدافعية والتأثير على مستوى الإقليم، ولكن الواقع الظرفي يستدعي أن يتم يعني إشراك السودان على مستوى الفعلية بحكم الدوام. هذا من المنطق. لكن البعض يرى أن السودان متورط في الصراع الليبي على الرغم من النفي المتكرر لبعض القادة العسكريين. يعني ربما تؤثر مثل هذه المسائل على مستوى السياسة الداخلية، ولكن إثباتها على مستوى السياسة الخارجية بالتأكيد يعني يمكن أن يتضح شيئا فشيئا. التداخل في مسألة الأمر على مستوى مجتمع دولي يقوم على يعني فرضية في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، محاولة يعني إعادة الدولة إلى مسار الأمني بعد حالة السيولة الأمنية لفترة طويلة ودخول أصحاب المصالح فيها وتغاطى هذه المصالح ودعم الصراع الداخلي بالتأكيد يعني يتطلب أحيانا عزل الدولة عن مستوى المحيط الإقليمي، وهذا ما حدث للسودان وتونس في المؤتمر برلين. ولكن بالضرورة يعني أن نثبت بعض المسائل المنطقية المتعلقة بمخرجات هذا المؤتمر. من الواضح جدا أنه انعكاس حالة الصراع نفسه يعني في ليبيا يؤدي إلى تضارب المصالح، وهذا من مستوى التناغض المتراصع يعني على التناغض نفسه، باعتبار أنه الصراع نفسه كانت حالة مصلحة وقت من الأوقات يتحرك إلى صراع مركب لم يأتي بحالة المصلحة المطلوبة، فسالت الدولة أمنيا فأثرت على الإقليم البعيد اللي هو على مستوى الدول الأوروبية في المشاطئ للبحر الأبيض المتوسط، فبالتالي انعكاس هذا الصراع على مستوى الداخل في ليبيا يتطلب عزل ليبيا عن المحيط الإقليمي ومن ثم إجراء العملية الجراحية ومن ثم إعادة على مستوى النسق السياسي الإقليمي ومن ثم إعادة الفاعلية للدول ذات الدوار على مستوى ليبيا وإدخال أيضا إلى مستوى منظومة التحرك نحو السلام. القضايا في الشرق الأوسط في مستوى القارة الإفريقية وفي الإقليم تحديدا التي يمكن يعني أن تحدث فيها بعض الحالات الخاصة بالسيولة الأمنية بيصعب التعامل معها نتيجة التعقيدات الخاصة بجغرافيا الأرض وطبيعة السكان وأيضا المصالح والمصالح المشتركة والمصالح المتضاربة، وأيضا أحيانا المصالح المشتركة ربما تغود يعني مستقبلا إلى تضارب المصالح، وهذا يؤدي إلى التعامل يعني على مستوى الدولة بإخراج عن النسق السياسي ومن ثم إعادتها إلى مسار آخر يتوافق مع المصالح المشتركة. طيب أستاذ راشد، ما الرابط يعني كيف يمكن أن نربط بين عدم دعوة السودان وعدم دعوة تونس إلى مؤتمر برلين؟ هل ثمة رابط بين قيس بن سعيد وبين عبد الله حمدوك؟ هل ثمة رابط بين ما يحدث في السودان؟ تونس تجاوزت مرحلة الثورة منذ سنوات، ما الذي يربط الحكومتين؟ يعني يربط الحكومتين اتجاههم إلى تحقيق المصالح الخاصة بدول في المقام الأول على مستوى السياسة الخارجية، وهذا الأمر حال تم إعلانه هو مثير إلى يعني بعض الشفقة من بعض الدول، وأيضا مثير للغبار والأتربة باعتبار أنه هذه الدول حال تمت السيطرة على أوضاع الداخلية وأزمات الداخلية ربما تنتج أفعالا في السياسة الخارجية تؤثر على مجريات الأحداث في الإقليم. في تقديري أن الرابط ينحصر في قوة الإرادة والعزيمة التي أتت بها يعني هاتين الحكومتين في تفعيل مبدأ يعني السياسة الخارجية المتزنة. يترافق ذلك مع مؤشر التغيير في الدولتين. مؤشر التغيير في الدولتين ربما يعني في تونس كان التغيير على درجة من البرودة وفي السودان كان على مستوى من درجة السخونة، ولكن التغييرين الاثنين يؤشران على مستوى قراءة مؤشر الدولة يؤشران على النسق السياسي في الإقليم باعتبار أن الدولتين إذا حصل تم حل الإشكالات الداخلية بالتأكيد سيكونوا يعني أصحاب فاعلية على مستوى الإقليم ولا يمكن أن يتم تجاوز أدوارهم، فهذه هي محاولة لعزل الدولتين عن النسق السياسي الإقليمي وتهيئته إلى أن يتم يعني إعادة الدولتين الاثنين على مستوى النسق السياسي في الإقليم الكلي. طيب هل يمكن أن ينهي
أو تنهي هذه الجلسات لمؤتمر برلين عفوا تنهي هذه الجلسات الصراع الليبي، يعني حفتر المتحمس لدخول طرابلس والمدعوم من دول إقليمية، والسراج الذي يعتقد بأن الشرعية التي أتت به عبر انتخابات برلمانية وانتخابات محلية في عدد كبير جدا من مدن الليبية هي ستحصنه في مقبل الأيام مع دعم أيضا من بعض الدول، هل يمكن أن تنتهي هذه الأمور بمؤتمر برلين فقط الذي لم يدعى له السودان وتونس؟ يعني مؤتمر برلين إذا كان يعني له قدر من الإمكان أن يقنع حفتر بأنه يعني ليس بالضرورة أن يكون رئيسا للدولة، ويمكن يأتي في إطار تسوية سياسية يعني لإحلال السلام في ليبيا، ربما يفلح في أن يعني يعيد الدولة إلى مسار الأساسي في سياق الأمن القومي داخل الدولة في ليبيا. فيما عدا ذلك يعني إذا أتت التسوية منقوصة على مستوى الطموحات الخاصة بحفتر، لأنه يعني حفتر ليس وحده، بالتأكيد هو يعني يتعامل مع مجموعة من الدول في الإقليم ذات الفعالية السياسية العالية، واحيانا يعني تتخذ هذه الدول موقف المقرر على مستوى الدول الاخرى، فبالتالي هذه الفاعليه يعني القويه بالتاكيد تؤثر على الموقف التفاوضي لحفتر في مواجهه السراج، فبالتالي يتعامل المجتمع الدولي في حال دراسه واقع التفاوض او في حال دراسه يعني الموضوعات التفاوضيه في قياس مدى القوة القتالية في الميدان، يترافق مع ذلك مستوى الطموح السياسي ومستوى الدافعية للدول المحركة لأجندة الصراع، ومن ثم يأتي حساب المصالح المشتركة. أخيرا ربما تكون يعني النقطة لصالح السراج في مسألة الشرعية التي يعني توفر له يعني سندا داخليا، وربما يعني يتعامل معه المجتمع الدولي باعتبار انه نموذج يعني يمكن ان يقدم له المساعده ومن خلاله تطيب الجرح. اخيرا دكتور راشد، يعني باعتبار ان هنالك من يقول بانه يجب على الدول ان يكون لها يعني لون ورائحه سياسيه، هنالك يعني احلاف تتشكل هنا وهناك في الدول، لا توجد دولة معزولة بالكامل في العالم الآن، في أي معادلة مستقبلية يمكن للسودان أن يجد موطئ قدم في مستقبل الصراع الليبي الآن؟ يعني على مستوى السودان والسياسة الخارجية للسودان مستقبلا، وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى المجتمع الدولي مؤشر القراءة، في أي معادلة مستقبلية يمكن للسودان أن يوطئ قدم في مستقبل يجد موطئ الصراع الليبي الآن؟ يعني على مستوى السودان والسياسة الخارجية للسودان مستقبلا، وعلى الدولة بالكامل والمجتمع الدولي على مستوى الإقليم وعلى مستوى مؤشر القراءة بلية يمكن للسودان أن في أي معادلة مستقبل قدم في مستقبل يجد يعني على مستوى الصراع الليبي الآن، السودان والسياسة الخارجية للسودان مستقبلا، وعلى المجتمع الدولي على مستوى الإقليم وعلى مستوى مؤشر القراءة بلية يمكن للسودان أن في أي معادلة مستقبل قدم في مستقبل يجد يعني على مستوى الصراع الليبي الآن، السودان والسياسة الخارجية والمجتمع الدولي على مستوى الإقليم وعلى مستوى في أي معادلة مستقبل قدم في مستقبل يجد يعني على مستوى السودان والسياسة الخارجية الصراع الليبي الآن والمجتمع الدولي على مستوى الإقليم وعلى مستوى في أي معادلة مستقبل قدم في مستقبل يجد يعني على مستوى السودان والسياسة الخارجية والمجتمع الدولي الصراع الليبي الآن، في أي معادلة مستقبل قدم في مستقبل على مستوى الإقليم وعلى مستوى يجد يعني على مستوى السودان والسياسة الخارجية الصراع الليبي الآن والمجتمع الدولي في أي معادلة مستقبل قدم في مستقبل على مستوى الإقليم وعلى مستوى يعني على مستوى يجد السودان والسياسة الخارجية الصراع الليبي الآن،
في أي معادلة مستقبلية؟ والمجتمع الدولي على مستوى الإقليم وعلى مستوى خطوة قدم في مستقبل، يعني على مستوى يجد موطئ والسياسة الخارجية. في أي معادلة مستقبلية للصراع الليبي الآن؟ على مستوى الإقليم وعلى مستوى خطوة قدم في مستقبل، يعني على مستوى المجتمع الدولي يجد موطئ والسياسة الخارجية. في أي معادلة مستقبلية للصراع الليبي الآن؟ على مستوى الإقليم وعلى مستوى